إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحبائي في الله، فمع تبويب جديد من تبويبات الإمام البخاري نعيش هذه الليلة بمشيئة الله، فأسمعنا يا أبا عبد الرحمن. باب عفو المظلوم. نعم، فبعدما درسنا في درسنا السابق الانتصار من الظالم، بوب الإمام البخاري باب عفو المظلوم. وما الصلة بين عفو المظلوم وبين الانتصار من الظالم؟ ما الصلة؟ أنه إذا عفا فإننا يعني لا نعاقب الظالم. الصلة إخواني في الله أننا في نفس الوقت أننا نقرر أنه لا بد من نصرة المظلوم والانتصار من الظالم، لكن في النهاية هذا الشخص له حق أن يعفو، هذا المظلوم له حق أن يعفو، بل أيهما أفضل، أن يعفو أو يأخذ حقه منه؟ وسوف نرى إخواني في الله أن الأمر قائم على التفصيل كما كان السلف، وذكرنا هذا في درسنا الماضي، أنهم كانوا يكرهون أن يستذلوا، فإذا كان العفو سيزيدهم ذلا أو سيعرضهم للذل والأذى والمهانة فكانوا لا يعفون، وإذا كان هذا العفو رحمة وتجاوز ومسامحة لهذا الشخص ولا يترتب على ذلك استذلال لهم فهذا هو الأفضل، مع جواز أن يقتصوا منه وأن يعاقبوه. إذن هذا ملخص الكلام، هذا ملخص الكلام، أنه من ناحية جواز العفو جائز، ومن ناحية جواز الانتصار جائز، لكن المبحث أيهما أفضل؟ من يعيد الجواب؟ من يعيد الجواب؟ أيهما أفضل، الانتصار من الظالم أم العفو؟ تفضل. إذا كان له قدرة على أن يعفو، يعفو عند المقدر، من يساعده؟ إذا كان المظلوم قادرا على أن يقتص من ذلك الظالم في حال قدرته فله أن يعفو، وأما إن كان سوف يستدل هذا المؤمن أو هذا المسلم فإنه من الأفضل أن لا يعفو حتى لا يتجرأ مرة أخرى عليه. أولا، العفو متى يكون العفو؟ العفو لا يكون إلا من عنده قدرة على الانتقام والعقوبة، فهذا هو العفو. فبعض الناس قد يتعرض للظلم ولكن لا يستطيع أن ينتقم من الظالم فيقول أنا عفوت عنه، لا ينفع، هذا ليس بعفو. متى يكون العفو؟ إذا توفر هذان الأمران، الأمر الأول أنك مظلوم، الأمر الثاني أنك تستطيع أن تعاقبه ومع ذلك تعفو عنه. إذن بهذين الأمرين يحصل العفو. أما أن تقول أنا يعني أريد أن أعفو عن هذا الظالم وأنت أصلا لا تستطيع أن تنتقم منه فهذا ليس بعفو. الأمر الثاني أيهما أفضل وأنت عندك قدرة أن تعاقبه؟ هل الأفضل أن تعفو عنه أم الأفضل أن تنتقم منه؟
هنا المبحث الذي ذكرناه قبل قليل. ما هو الجواب؟ آمل إنكم تعطوا الجواب الصحيح لأن صرت مكرر ثلاث مرات. تفضل. شيخنا فيه تفصيل، إذا كان له الحق وعنده قدرة يعفو بدون ما إنه يترتب عليه إذلال. أيوة، ها النقطة الأولى، أن العفو لا يترتب عليه إذلال ولا أذى، فعندها ماذا؟ أعفو. الحالة الثانية أنه يريد أن يذل هذا العافي فبطرقه الضعيفة أصلا، فعندها لا يعفى عنه ردعا له. ومع ذلك نحن نتكلم عن الأفضل، حتى لو عفى على جميع الأحوال فهذا فيه باب احتساب وأجر. ودائما إخواني في الله، كالعفو لابد الذي أمامك أن يعرف، أن يعرف أنك تقدر على الانتقام منه ومع ذلك لا تريد. وأكثر مثال ظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر مثال ظهر مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل في أمثلة كثيرة، ومنها عندما علق النبي صلى الله عليه وسلم سيفه على شجرة ونام، فجاء أحدهم من الكفرة واستل السيف، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ما من يمنعك مني أو ما يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله، فسقط السيف من يد الرجل فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يمنعك مني؟ ها، إذن الآن صار في قدرة، وفي نفس الوقت تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للأذى، ومع ذلك عفى عنه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في حق مين؟ الكفرة. طبعا حديث اذهبوا فأنتم الطلقاء حديث ضعيف، لكنه مشتهر في كتب السيرة وفي المدارس. عندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وتمكن منهم الآن واستطاع أن يعاقبهم، ومع ذلك قال ماذا تروني أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا حديث ضعف غير واحد من أهل العلم، لكن نرجع ونتم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يوزع الصدقات ويوزع القسمة، فاستعجل رجل أعرابي، يعني لك دور، لك حصة، لك وقت، لكنه استعجل، فماذا؟ فجذب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعطني من مال الله الذي أعطاك. طب احنا نعطيك، بس في إيش الأمور؟ في دور وفي ترتيب وفي، وهذا حقيقة نخطئ نحن جميعا فيه، وهي العجلة، العجلة تعجل. فعندها جذب النبي صلى الله عليه وسلم وكان لابسا ثوبا نجرانيا، وكان عفوا من صوف، فأثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام بعض الصحابة دعني أضرب عنقه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتسم في وجهه، ليس لم يعاقبه، ابتسم في وجهه وأعطاه. قال له هل رضيت؟ قال نعم يا رسول الله. اختلف إيش الكلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركتكم فقتلتموه لا دخل النار. النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز بشيء ضروري أن نقتدي به، وخصوصا من أكرمه الله وكان داعية، وهي أنه عنده رحمة بالمخالف، هو لا يفكر بتحطيم المخالف ولا بكسر المخالف ولا بحرق المخالف،
وإنما يفكر أن ينقذه من النار. فمن خالفك فانظر كيف تستطيع أن تقدم له الهداية من غير أن تستذل. يا سيدي من غير أن تستذل ما في مشكلة، لكن في النهاية ركز على أن تكون سببا في عدم نفوره، وألا تكون سببا في انتكاسه. طيب إذن الأمثلة كثيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها إيش؟ العفو. فتعالوا بنا الآن نسمع باب عفو المظلوم. إذن ما معنى إذن باب عفو المظلوم؟ هذا باب في بيان فضل عفو المظلوم. هذا باب في بيان مشروعية عفو المظلوم، في استحباب فضل عفو المظلوم، مع التفصيل، مع التفصيل. طيب لقوله تعالى، لقوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. طبعا أين الشاهد في الآية عن فيما يتعلق في الظلم؟ أو تعفو عن سوء. نعم، إذن عن سوء من معاني سوء الظلم، من معاني سوء الظلم. أو تخفوه أو تعفو عن سوء، أي عن ظلم. طب ماذا يترتب على أن تعفو عن ظلم؟ ماذا يترتب؟ ماذا؟ فإن الله كان عفوا قديرا. طيب شو دخل عفوا قديرا في أن تعفو عن سوء؟ الجزاء من جنس العمل. أحسنت، هنا الجزاء من جنس العمل. لا يزال الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. تريد أن تقضى حوائجك من الله، اقضى حوائج الناس. تريد أن يعفى عنك وقد ظلمت نفسك، اعف عن الناس الذي تستطيع أن تنتقم منهم وأن تعاقبهم. وهذا حقيقة ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. تستطيع أن تحرق الذي أمامك، تستطيع أن تعاقب الذي أمامك، لكنك لا تفعل، لا تفعل لوجه الله. فهذا فإن الله كان عفوا قديرا. طيب نسمع. طبعا هاي أي سورة؟ أي سورة هاي؟ تفضل. لا لا، هاي النساء، النساء 149. الآن نبدأ بالشورى، نسمع. أيوة. وجزاء سيئة سيئة مثلها. شو سيئة مثلها؟ ها ها، وجزاء سيئة سيئة مثلها. اللي هي القصاص، ذكرنا هذا، اللي هي القصاص. أذاك تريد أن تقتص، لك أن تقتص بمقدار ما أذاك. طبعا ما في في أشياء ما في مكافأة، يعني ما في هناك، ما في تساوي. يعني ما بصير أنت تقيس نفسك مثلا على أبيك، يعني أبوك ضربك كف تقول أنا إلي حق ظلم، تقول إلي حق أضرب أبي، لا، ما في مقارنة. أمك ضربتك شتمتك ما بصير ترد عليها، ليش؟ لأنه ما في مقارنة. أنت عبارة عن تبع لأبيك، أنت إيش أصلا؟ من كسب أبيك، وإن ولده من كسبه. فبالتالي القصص اللي بنسمعها الآن قصص لا تكاد تصدق. شتم للأم، شتم للأب، رفع صوت على الأب، رفع صوت على الأم، التكسير، يعني لا تكاد تصدق. أنا موجودة في بلاد المسلمين وموجودة في ديار الإسلام، لكن بسبب ماذا؟ الشيطان ينفخ في كثير من الناس. طيب وجزاء سيئة سيئة مثلها. طيب فمن عفا، ومع ذلك أرشدك إلى ماذا؟ إلى العفو. وهذا مع مين؟ مع من؟ مع الذي أذاك، مع الذي أذاك. فمن عفا، أيوة،
فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قديش أجره على الله؟ هذا خلى بعض العلماء، وإن كان هذا يذكر، أنه يبحث عن من يظلمه. إيه؟ شو هالكلام؟ نعم، فقال فأجره على الله، فكان يتمنى يبحث عن شخص يظلمه. بقول لك حتى إيش؟ حتى أسامحه، حتى أحصل. فأجره على الله مفتوحة. كم ما بنعرف يا أخي العلماء غيرها، العلماء غير، بحسبوها بس حسنات وسيئات، جنة ونار آخرة. كيف تتصور نفسك إنك بتدور على واحد يظلمك؟ يعني ما بتقول له تعال اظلمني، بس يعني مهيئ نفسك إنه إذا شخص ظلمك مباشرة إيش؟ أن تسامحه. لما؟ حتى تحصل هذا الأجر. ماله الأجر؟ ماذا العبارة؟ الأجر إيش؟ المفتوح، أجر مفتوح، حسن، 10 100 1000 2000 مليون، ما من أجره على الله. هاي بتخلي الواحد يعني أجره على الله. كيف بدك تنتقم؟ ما هو هذا أجره على الله. يا الله، فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. طيب، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. طبعا هون الجواز، انتصر من بعد ظلمه. ما معنى انتصر من بعد ظلمه؟ الانتصار هنا ايش؟ اخذ الحق بين قوسين ايش؟ نعم، الانتقام بالقصاص، بالقصاص، بالمثل. الانتصار والانتقام بالقصاص. نعم، أيوة. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. انظر ما معنى ويبغون في الأرض، ما معنى ويبغون في الأرض؟ هو يلزم من ذلك الإفساد، لكن ما معنى يبغون ويبغون في الأرض؟ لا لا، هنا يتجاوزون الحد. فهون تنصير في عندنا هذا، فيبدأ الظلم والعياذ بالله. فمتى تجاوز المرء حده وقع في الطغيان، وقع إيش؟ ويبغون في الأرض، نسأل الله العافية. أيوة، أولئك لهم عذاب أليم. طيب خلاص، هذا جزاتهم، عذاب أليم. أيوة، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. إذا رجعنا، هذه تدل على ماذا؟ على ماذا تدل؟ ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، على استحباب العفو، كما قال ابن الملقن، على استحباب العفو. هون الشاهد، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وفي فرق إخواني في الله بين الصفح وبين بدك تقيم علاقات. بعض الناس بكون فاضل بس خلص ما في علاقات بينك وبينه، عقلك بتجاي على عقله، سلوكك بتجاي على سلوكه، ليس انتقاصا في المخالف، خلص شخصيته هو هيك وما طريقته وحياته، لكن ما بصير يكون بيننا ايش؟ قطيعة. ما بصير يكون بيننا قطيعة، بل احيانا، وهذا حقيقة شيء من اكبر مشاكل الحياة الاسرية، تكون هناك فتاة فاضلة صاحب الدين وخلق، ويتزوجها رجل صاحب دين وخلق، لكن عندهم مشكلة، وهي ماذا؟ مشكلة ما هي؟ عدم التوافق العقلي. وعدم التوافق العقلي أرشد الشرع إليه بماذا؟ بماذا؟ قال دارها تعش بها، دارها تعش بها. فهذا حقيقة أكبر مشكلة نراه من الشباب، خصوصا في أول سنة زواج،
أول سنة زواج مشاكل كثيرة. شو السبب؟ ما في توافق عقلي. طب شو الحل؟ دارها تعيش بها. وانت اذا نظر اليها اصرت، واذا امرها اطاعت. يعني الامور في فيها حلول سهلة. بعد ذلك ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. تيجي الان المودة والرحمة والسكون، بس الامور تحتاج الى صبر. فهذا يعني يلتقي مع ما نحن فيه، وهو أن الإنسان متى عفا وغفر فإن ذلك من عزم الأمور، هذا يدل على استحباب. ثم قال وترى الظالمين، وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. هل إلى مرد من سبيل؟ متى يقولون هذا؟ عندما يروا العذاب يوم القيامة. الآن في مرض؟ ما في مرض. وكثير من الناس لا يعتبر إلا بعد فوات الأوان. أحسنت. فكم من إنسان يعني كان بإمكانه أن يطلب العلم في شبابه ويحصل العلم، فراح انشغل بإيش؟ بدراسة هندسة مثلا أو دراسة طب. نحن لا نمنع دراسة الهندسة أو الطب، نقول إذا كان يريد أن يكون طالب علم ويريد أن يكون ممن هو مرجع للأمة، فأيضا عنده كان وقت أنه يقرأ قرآن ما بقرأ، يبدأ الندم بعد ذلك. طب ما راح، راح الوقت، راح. نعم تستطيع أن تستدرك وتستغفر لكن نتكلم عن التحصيل. فبعض التجار يندم، بعض التجار على أمور دنيوية يندم، قل لك أنا صحت لي صفقات وأنا ضيعتها، يا ليت كان بإمكاني أخذها وضيعتها. هذا يندم على شيء دنيوي. أنت قد تندم على شيء آخرتك. تستطيع مثلا أن تذهب إلى العمرة في السنة مرة مرتين 15 ومع ذلك لا تذهب. كان بإمكانك تستطيع، معك مال ومعك صحة ومعك وقت، تستطيع تروح مرة مرتين 15 حسب شخصيتك ومع ذلك لم تذهب. كنت تستطيع تحضر في اليوم درسين ثلاث في اليوم، مش في الأسبوع، في اليوم، ومع ذلك لم تحضر. إمتى بدك تصير لاحقا؟ يا ليتني كنت أحضر درسين. خلاص انتهى، فوات الأوان. وهكذا حال الظالمين، عندما يروا العذاب بصير في ندم. هل إلى مرد من سبيل؟ طب ما في رجعة. طب انت بتداوم، كان بامكاني ما داومش دوام طويل في العمل 12 ساعة و10 ساعات و6 ساعات و8 ساعات، كان بامكاني اشتغل العمل، انه اثناء العمل اطلب العلم، التقي بالصالحين، اعيش جو الدين ومخافة رب العالمين. ومع ذلك بسبب حبي للدنيا لا ما في. كان بامكاني ان اصل رحمي وأنا أزورهم في الشهر مرة ومرتين، لكني لم أزورهم. لا، يا ليتني كنت أزورهم في الشهر مرة ومرتين. كان بإمكاني أن أتصدق على الفقراء والمساكين، أن أعطيهم، ومع ذلك لا، يا ليتني كنت أتصدق على الفقراء والمساكين. عشرات الأمثلة. إحنا طلبة العلم، يا ليتني كنت أداوم وأقرأ وأحفظ وأدرس بدل ما أنا نايم وبلعب كرة وبروح هنا وبنزل هنا وبروح على المزارع. أني مزارع؟ اتصل فيه واحد قبل يومين قال يا شيخ في عنا كذا وإشي ودفى وعفى. قلت له أنا بتاع مزارع يا أخي، الله يرضى عليك. قال جلسي حلو. قلت له أنا مش بتاع مزارع، أنا مش بتاع مزارع ولا مصانع، أنا عندي 6 دروس في الأسبوع. وين بدي، إذا بدي أجيك على مزرعة ولا بدي أجيك على إمتى بدي أحضر الدروس؟ قال لا يا عم تغير الجو. قلت له إحنا ما باجي أغير جو، أنا تنضحك علي وروحنا مرة على مزرعة أساس إني أدرسهم، حضروا لهم نص ساعة وبعدين قضوا لي إيش هشونش. أوكي، ما في وقت لهاي الأشياء، العمر قصير. وإحنا الآن وصلنا إلى سن 50، خلاص الآن لابد من إعداد أشياء للجنان ومخافة الرحمن، والوقت محسوب عليك في 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 اللحظة. والجسد ما عاد مثل زمان ولا القوة أصبح، لا الآن تحتاج إلى
اغتنام وقت أكثر، اغتنام وقت أكثر. فتعالوا بنا إياكم هذا الآية، لو أردنا إلى مرد من سبيل نتكلم إلى العشاء لن ننهي، لأن هذا ينطبق علينا جميعا وأنا أولكم، أننا بإمكاننا أن نطيع الله في أشياء ومع ذلك تركنا هذه الطاعة، ثم بعد ذلك ندمنا يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. كان بإمكاننا أن نترك هذه الذنوب والمعاصي والأخطاء ومع ذلك لم نتركها، ثم بعد ذلك ندمنا يا ليتنا تركناها. هذا كلام لن ننتهي لا للعشاء ولا للفجر، ونحن لكن الحل ماذا؟ أن نحاسب أنفسنا وأن نراجع معلوماتنا وأن نستأنف ما بقي من أعمارنا، وما لا تضحك على حالك تقول والله أنا صغير 20 و15 و35 في لمح البصر، ولا أنت إيش بقولوا إذا عشت أصلا، ولا أنت لهيتك شايبة وعمرك 50 سنة و60 زي ما صار معي، زي ما صار معي. وبالتالي كيف مر الخمسون؟ مروا كما لمح البصر. امبارح كنا قاعد هاي هسا بتصور تماما قاعد مع الشيخ علي الحلبي في البكرم، وبصر امبارح صار 30 سنة. شو 30 سنة؟ شو بتحكي بتمزح؟ اه لا بمزحش، رايحين نحضر له درس طالعين في البكرم زي امبارح 30. لا مرن مرن، ما بستطيع احكي اكثر من هيك. على كل حال، من فضل العفو مما ورد في السنة حديث رواه مسلم في صحيحه رقم 88 و5200 بعد 69، لأن الإمام البخاري لم يذكر حديثا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. كلما أكثرت من العفو رفعك الله وأعزك الله. ولكن قلنا العفو يستلزم أمرين لا تنساهما: واحد، أن تكون مظلوما. نعم، أن تكون قد ظلمت أو أوذيت. اثنين، عندك قدرة على الانتقام والعقاب له ومع ذلك لا تفعل، فهذا ستكافى بماذا؟ بالعز. اثنين، طبعا حديث ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، طبعا خرجها الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب الجزء الثاني صفحة 41 و600. وحديث المشتهر جدا: واعفو عمن ظلمك، واعفو عمن ظلمك، صل من قطعك. ليس الواصل بالمكافئ، يعني هاي أشباه نظائر، ليس الواصل بالمكافئ، يعني ليس الواصل زورني لأزورك، أنت لست بواصل الآن. متى تكون واصلا؟ عندما تزور من لا يزورك، وهذا باب احتساب أجر عظيم خصوصا في هذا الزمان، سنة الزيارة في الله. لأنه كثير من الناس يقول لك أنا زرت فلان، كيف زرته؟ قال دعاني. لا، لسه ما طبقت السنة. السنة أن تطلب منه أن تزوره ثم تذهب، أما لا والله أنا زرته، لا أنت ما زرته، هو دعاك، هو دعاك. في فرق، وإن كان نعم هي زيارة لكن لا يستوياني مثلا. أين تريد؟ أريد أخا لي في قرية كذا وكذا. من زار أخا له في الله في مصر من الأمصار طابت له الجنة، وأحاديث كثيرة في فضل الزيارة. طيب ارجعنا، إذن أشباه نظائر، إيش الأشباه النظائر؟ أن تزور من لا يزورك، أن تعفو عمن لا يعفي عنك، عمن ظلمك، أشباه ونظائر. طيب حقيقة ننتقل إلى الباب التالي. أيوة، باب الظلم ظلمات يوم القيامة. يا لطيف، هذا التبويب حقيقة مرعب.
لما هو مرعب؟ لما هو مرعب؟ لأن فيه وعيد. فيه وعيد كلام صحيح، هذا واحد، لكن هذا الوعيد بماذا يظهر؟ يعني هيك قربت أكثر وأكثر. طب شو يعني ظلمات؟ شو يعني الوعيد في الظلمات؟ وبتكونش تنقطول تنقيط المعلومات. أنا سيعاقب بهذا الظلم أنه سيزداد عليه يوم القيامة بظلمات أكثر. ظلمات على البصر الشخص نفسه يعني. ظلمات بمعنى ما يخطر في بالك من ظلام سوف تبتلى به. لما؟ لأنك ظلمت في الحياة الدنيا، فماذا ستلاقي؟ لا، ظلمات راح تلاقي. يا ريت فقط الظلم اللي انت ظلمته، ستلاقي ظلمات. شو ظلمات؟ زي ايش ممكن تلاقي ظلمات؟ تصور الان، واحد لا يستطيع السير على الصراط بسبب الظلم، لا تبصر، ظلام. ومن اعرض عن ذكري ونحشره أعمى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن هذا ظلام يا أخي، والله الأمر صعب. الله يعافينا ولا يبتلينا. يعني الأمر فوق ما هو شديد، هذا الشخص ماله أعمى، ظلام. ظلمة أخرى ظلمة القلب. ظلمة القلب شو هاي بترتب عليها؟ لا بحكي لك يوم القيامة، الله يرضى عليك يا ابو مصعب، انك 20 سنة معي نفس ظلمة القلب شو بترتب عليها؟ الله اكبر، قسوة القلب. بس يوم القيامة انت قسوة ولا مش قسوة؟ بقول لك العقوبة وين؟ نعم، رعب. ليش؟ لأنك لا تبصر شيئا، لا بعينيك ولا بقلبك. طب بعينك حتى لو رأيت، قلبك ما ظلام، لا يستوعب، لا يقبل، لا يأخذ، لا يأتي، لا رحمة، لا رقة، لا لين، لا، فقط ظلام على القلب. الأمر حقيقة مرعب. حقيقة قال ابن بطال، قال المهلب، قال لا نعرف كيف هي، وقد تكون تشمل عمى القلب وظلمات على البصر. هذا قول المهلب. الأمر حقيقة. ليش؟ لأنه ظلمات جمع. فالحديث مرعب، وهذا التبويب مرعب. الظلم تظلم، يعني معاملة من الجنس، برضو عقوبة ووعيد، لكن هنا الظلم ظلمات، وعيد شديد يا أخي. فمعناته يا جماعة أنسب شيء ماذا؟ أن تنام مظلوما، لا أن تنام ظالما. ودائما لا تحكم على نفسك، قل لا أنا لست بظالم. لا تحكم على نفسك، دائما انتقص نفسك. طب انتبه الآن، شوف إذن ماذا يصبح معنى هذا التبويب؟ ماذا يصبح معنى هذا التبويب؟ تفضل. هذا باب في بيان أن الظلم ظلمات يوم القيامة. نعم، هذا باب في بيان حال الظلم أنه ظلمات يوم القيامة. طب نسمع حديث الباب. قال حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا عبد العزيز الماجشون، أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة. إذن هون إخواني في الله، تبويب الإمام البخاري كان بنفس لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا وضح المعنى من التبويب. وحقيقة لو قال الظلم ظلمات ربما كان أسهل ولا أصعب من قوله يوم القيامة. لو قال الظلم ظلمات لوحدها، هل هذا أسهل ولا أصعب؟ ف
تفضل. أصعب ليش؟ هسا الآن إذا بدك تعملها أصوليا فبصير تقول هذا إيش، هذا لفظ يفيد العموم، صيغة عموم، فشمل الظلم في الدنيا والآخرة. لكن إذا بدك تلاقي لها مخرج فبصير أسهل من أي ناحية، إنه ربما يخص بظلم الدنيا، لكن تنو يأتي التأكيد إنه يوم القيامة ما في مجال للتخصيص، ما في مجال لرفع الظلام عن هذا الشخص يوم القيامة. والمقياس فقط في الربح والخسارة وين؟ في يوم القيامة. لا دينار ولا درهم. في الدنيا بتضحك علي، بتنصب علي، بتلاقي 200 عذر لنفسك، ما في مشكلة. لكن يوم القيامة ما في. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم، ظهر كل شيء ظاهر. نعم، من يعرفنا برواة هذا الإسناد؟ تفضل. أحمد بن يونس، أحمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن قيس التيمي اليربوعي الكوفي، ثقة حافظ، مات سنة 26 و200، وهو ابن 94 سنة. عبد العزيز الماجشون بن عبد الله بن أبي سلمة المدني، نزيل بغداد، مولى آل الهدير الهدير، ثقة الفقيه مصنف، مات سنة 64 و100. عبد الله بن دينار العدوي مولاه، أبو عبد الرحمن المدني مولى ابن عمر، مات سنة 27 و100. عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن، ولد بعد المبعث بيسير واستقبل يوم أحد، وهو ابن 14، وهو أحد المكثرين من الصحابة والعباد، لو كان من أشد الناس اتباعا للأثر، مات سنة 73. نعم، من يذكر لنا لطيفة من لطاف هذا الإسناد؟ تفضل. إسناده رباعي. اثنين. إسناده مدنيون إلا شيخ المصنف. إسناده مدنيون إلا شيخ المصنف. طبعا حقيقة من الفوائد والأحكام، قال الشيخ ابن عثيمين فيه أن الجزاء من جنس العمل، الظلم ظلمات، الجزاء من جنس العمل. نسمع التبويب التالي. باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم. الآن انتقلنا إلى موضوع أيضا مرعب، وإن كان هناك وقت ربما نقرأ أحاديث الترهيب التي أوردها المنذري، لكننا يعني الأولوية للدرس. فانظر، الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم. إذن لابد أن تجعل بينك وبين دعوة المظلوم ماذا؟ وقاية. كيف تجعلها وقاية؟ ما فيش إلا هيك، لا تظلمه، ما في حل حتى تتقي دعوة المظلوم إلا أن ترفع عنه الظلم الذي ظلمته إياه، أن ترفع عنه الظلم الذي ظلمته إياه. ما زلت أنت في دار العمل، نعم أنت بشر تصيب وتخطئ وتظلم، طب ما الحل؟ ارفع عنه الظلم، ارفع عنه الظلم. وعلى ضوئها إخواني في الله، بهذا نتقي دعوة المظلوم. ويا جماعة، أحيانا بعض الناس ترفع عنه الظلم بماذا؟ نعم، بكلمة لطيفة، بكلمة لطيفة. لا تحقرن من المعروف ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأيضا والكلمة الطيبة هدى من الله. فالكلام الطيب هذا يرفع الأذى ويرفع الظلم. الرجل من زوجته
يحتاج إلى كلام طيب، وكذلك المرأة من زوجها تحتاج إلى كلام طيب. ودائما إخواني في الله، الظلم يسهل ويحدث بكثرة عند المعايشة. عمرك ظلمت واحد صيني؟ انت عمرك ظلمت واحد من كرواتيا؟ شو الجواب؟ وانا عمري شفته اصلا. ليش؟ لانه ما في معايشة. بقول والله انا الحمد لله عمري في حياتي ما ظلمت واحد من كازاخستان. كيف بدك تظلمه من كازاخستان؟ هو ما في ايش؟ معايشة. لكن تعال مع من تعيش معه وتصل اليه، فعندها لابد ان تحاسب نفسك حتى لا تقع في ظلمه. واهم شيء ممن هو فوقك مثل الوالدين والاخ الكبير والارحام ومشايخك، وتنظر الى جيرانك، وتنظر الى عمالك، وهكذا في هاي الاشياء، فعلى ضوئها ترفع الظلم عنهم. وقد يكون رفع الظلم بماذا؟ بكلمة طيبة. وقد يكون رفع الظلم بسلوك منك تستطيع أن ترفع أيضا عن الظلم. حقيقة الأمور أسهل مما نتصور، لكننا نسأل الله العافية نتابع نفوسنا. نسمع الآن الحديث. قال حدثنا يحيى بن موسى حدثنا وكيع حدثنا زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. الآن انظر، اتق دعوة المظلوم. إذن ما هو الشاهد الذي من أجله ساق الإمام البخاري هذا الحديث؟ الجواب اتقي دعوة المظلوم. اتقي إيش يعني اتقي؟ تجنب. اثنين معنى اتقي تجنب. اثنين اجعل حاجزا بينك وبينها. ثلاث لو سمحت، والله لو سمحت تحكيش إيش تقريبا صح. ثلاث وهي ماذا؟ حكينا العكس، وهو ارفع أسباب الظلم عن هذا الشخص الذي ظلمته حتى تمنع دعوة المظلوم. طب ما هو خصيصة دعوة المظلوم؟ خليك معاي، بيعرف بيرفع ايده من 20 سنة نفس الغلطة وعمره ما بيغير. ليس بينها وبين الله حجاب. طيب هذا يدل على شيء، ما هو؟ ما هو؟ المظلوم شيء عظيم. ماذا تدل؟ ان المظلوم مستجيب الدعوة. يا رجل ماذا يدل على الدعوة؟ نعم انها مظنة الاستجابة اكبر. دعوة المظلوم، ما انت بتقول احنا كلنا بندعو، لكن دعوة المظلوم مظنة استجابتها شو؟ أكبر. وهذا يدل على أن الدعاء ليس على درجة واحدة. انظر ماذا يقول الشيخ ابن عثيمين، قال فيه تفاوت الأدعية. إيش يعني تفاوت الأدعية؟ أي مظنة الاستجابة، مش الأفضل، مظنة الاستجابة. مين بعطيني أمثلة؟ في مظنة الاستجابة في الزمان والمكان والأحوال. في الزمان اللي هو عند نزول المطر. في الزمان بين الأذان والإقامة. بقول لك في الزمان عند وقت السحر. نعم وقت السحر، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هذا في الزمان.
أمثلة كثيرة على الزمان والمكان. السفر في مش في مكة، عند الصفا، عند المروة، عند رمي الجمار، عند المكان، الزمان والمكان والأحوال. مثل إيش الأحوال؟ السفر. نعم، السفر والصيام. فالآن في هاي مظنة استجابة الدعاء، فهون إيش عندنا؟ دعوة المظلوم، مظنة استجابة الدعاء. مظنة إيش؟ استجابة الدعاء. فإذا أنت تريد دعوة مستجابة فلابد أن تأخذ بأسباب مظنة استجابة الدعاء. انتبه، وهذه بمشيئة الله، لكن خذ بالأسباب. فالدعاء الذي في منى، فمنى تستجاب مظنة استجابة الدعاء، مش مثل واحد عساك في السير قاعد بدعو والله عز وجل يشاء يستجيب لهذا ولا يستجيب. لكن نحن نتكلم عن الأسباب والمظنة. هذا الذي ذهب إلى منى دفع المال وحرم أولاده اللقيا وترك عمله وأصاب بالتعب والمشقة وكل هاي الأشياء حتى يصل يدعو الله في منى، بينما هذا اللي عساك في السير قاعد بوك البزر وكذا وإشي وهذا، ما لا راح ولا أجا ولا بتعب ولا بوفر ولا بشتر ولا بيعتمل ولا عنده. هذا شو؟ فهذا اللي ضايع، فهذا اللي ضايع. فإيش اللي بصير؟ إنه هذا مظنة استجابة الدعاء. فاللي بده يعمل لآخرته بده يتعب، بده يتعب حتى يحصل مظنة استجابة الدعاء. وهكذا حال الصائم، واحد صائم زي واحد ماكل وبشرب. هذا صائم اثنين وخميس، وهذا شو ماله؟ اثنين قاعد بيشرب ميرندا. هذا يدعو وهذا يدعو، بس مظنة استجابة الدعاء لمين؟ للصائم أكثر. هذا قائم في الليل ساعة أربعة وخمسة في الليل يدعو الله عز وجل، زي واحد شو ماله؟ نايم وبده يدعو بعد الشروق. نعم الله عز وجل متى شاء استجاب، لكن نحن نقول عن مظنة استجابة الدعاء. فلذا كتب السيوطي كتابا سماه سهام الإصابة في الدعوات المجابة. سهام الإصابة في الدعوات المجابة. أذن عوشك كويس. الآن الفوائد والأحكام. قال الشيخ ابن عثيمين فيه أن من أخذ من أهل الأموال زكاة زائد على الواجب، مش قال لمعاذ اتق دعوة المظلوم، ومعاذ شو راح يساوي؟ اللهم ارضى عنه، راح يجمع الزكاة. ومع ذلك اعتبر إذا أخذت من الشخص من الزكاة لبيت مال المسلمين فوق الواجب فأنت ظالم، فأنت ظالم. فيه أن من أخذ من أهل الأموال زكاة زائدة على الواجب ولو بالغصب فهو ظالم. من الفائدة الأخرى قال فيه جواز دعوة المظلوم على ظالمه، دعوة المظلوم على ظالمه، ومع ذلك هذا الجواز. أما الأفضل وهو العفو، وهو الأفضل. من يعرفنا برواة هذا الإسناد؟ تفضل. يحيى بن موسى البلخي لقبه خد، أصله من الكوفة، مات سنة 400. وكيع بن الجراح بن مليح الرواسي أبو سفيان الكوفي، ثقة حافظ عابد، مات في آخر سنة 96 أو أول سنة 97 و100، وله 70 سنة. زكريا بن إسحاق المكي ثقة، رمي بالقدر من السادسة. يحيى بن عبد الله بن صيفي بن محمد بن يحيى المكي من السادسة. أبو معبد مولى بن عباس نافذ المكي، مات سنة 400. ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن هاشم
ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد قبل الهجرة بثلاث سنين. مات سنة 68 بالطائف. من يذكر لنا لطيفة من لطائف هذا الإسناد؟ من يذكر لنا لطيفة؟ تفضل. نصف الإسناد كوفيون ونصف الآخر مكيون. يحيى بن موسى كوفي، يحيى بن موسى بلخي. وبلخ أين هي؟ بلخ في أفغانستان. وبالتالي لطيفة أخرى، شيخ البخاري من أفراده على مسلم، شيخ البخاري من أفراده على مسلم. أين الشاهد الذي من أجله ساق الإمام البخاري هذا الحديث؟ أين الشاهد؟ واضح جدا. تفضل. اتقي دعوة المظلوم. وكيف نتقي دعوة المظلوم؟ واحد، كيف نتقي دعوة المظلوم؟ واحد، بأن لا نظلمه أصلا. اثنين، بأننا إذا أوقعنا الظلم عليه نرفع عنه إيش؟ الظلم. وهذان الأمران إخواني في الله كل منا يحاسب نفسه. طيب، بقي الدقائق إن شاء الله بعد الأذان نسمع أحاديث الترهيب من الظلم من كتاب الترغيب والترهيب، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يلا، بسم الله الرحمن الرحيم، نسمع إلى شيء من هاي الأحاديث رقم 2214 عن أبي ذر. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. 18-22. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي، إمام ظلوم غشوم، وكل غال مارق. 19-200. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. طب ماذا يترتب على ظلم المسلم للمسلم؟ لا، ماذا يترتب عن ظلم المسلم للمسلم؟ أعظم شيء ما هو؟ أن تظلم المسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. أحسنت، الفرقة. طيب كيف بدنا نعرف الفرقة؟ كمل الحديث. أيوة. والذي نفسي بيده ما تواد اثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. بس إذا شفت اثنين كانوا ماشيين مع بعض وصار بينهم فرقة، معناته في معصية. لا تبرر تقول لا لا احنا لا نعصي، لا، في معصية، هناك معصية، مدام في معصية في فرقة. وبالتالي السلف كانوا يخافون من الذنوب، إني لا أجد ذنبي في دابتي وأهلي. المقاييس عند الناس غير مقاييس الشرع. الناس انتبه، يعني الأصل فيك أنت إذا صارت مشكلة بينك وبين زوجتك أن تتذكر معصية ارتكبتها. إذا تعطلت سيارتك تذكر أنك ربما ارتكبت معصية. هذا الكلام عند الناس ماله غير منتبه إليه أبدا. فانتبه. إذن الظلم يسبب الفرقة، وبالتالي من أكبر أسباب الفرقة بين الإخوة ماذا؟ المعاصي، في معاصي. وحقيقة طالب العلم عنده معاصي غير عامة الناس. نحن لا نكفر عامة الناس، ولكن في العادة عامة الناس إيمانهم ضعيف، وهذا معنى قولي لا دين عندهم لا يجتمعان،
أي دينهم ضعيف، إيمانهم ضعيف. فالطالب العلم عنده معصية العوام لا يرونها معصية، مثل ماذا؟ إضاعة الوقت. طالب العلم يعتبر نفسه عصى الله إذا أضاع وقته، بينما العوام يقول لك احنا ما عصينا الله، شو احنا قاعدين من هش ونش 12 ساعة، افطرنا وتغدينا وتعشينا 3 ايام على البحر. طالب العلم بنجلط اذا بصير معه هاي الاشياء. ليش؟ لانه هذا الوقت وقت ربنا اعطاك اياه حتى تتعلم وتتفقه وتدرس الناس وتعلمهم، مش عشان على البحر تهش وتنش وتسبع. لا نحرم السباحة ولا نحرم الهش والنش. يجي واحد يقول شو بتحرم الهش والنش؟ لا نحرم لا الهش والنش ولا الكنافة. لكن النقطة الرئيسية طالب العلم الوقت الذي عنده في الهش والنش بكون بيعلم في الناس. يعني يا شيخ بترضى تطلع هش ونش؟ برضى إذا أنتوا أثناء الهش والنش بكون بدرس فيكم. تقبلوا؟ ماشي. أما تعال تنهش والنش وبدناش نتعلم، بعتبر نفسي عصيت الله، أضعت الوقت، أضعت النعم اللي أعطاني إياها ربي، أعطاني وقت وأعطاني قدرة أني أتعلم وأعلم، أضيع على الهش والنش. هذا العوام لا يفهمونه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس تقول له والله أنا برتكب معصية، بفكرك بتسكر ولا بتشرب حشيش، لأنه هو هيك عنده المعاصي بتاعته. ما بيعرف انه طالب العلم مضيعة الوقت في حقه ذنب. طيب على كل حال نقرأ 22 و200 و2000. حقيقة الكلام طويل، ادركنا الوقت لا نستطيع. ايوه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظر، ايوه، من كانت عنده مظلمة لاخيه من عرض او من شيء فليتحلله منه اليوم. اليوم في مجال في الحياة الدنيا، اليوم بعد الموت ما في مجال، اليوم. أيوة. من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. الآن شوف الرواية، شوف الهاي. رحم الله رحم الله عبدا كانت له عند أخيه مظلمة في عرض أو مال. رحم الله عبدا، يعني هذا الشخص المظلوم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة. هنيئا لك انه لك عند أخيك مظلمة، يوم القيامة انت جايب بدك حسنات، وين يا رجل وين انت؟ طبعا هذا بتعبيرنا عشان تفهم بس الكلام. فلان أهلان بدنا ايه؟ وعندها السيئات والله يعني خذ، ما عندك خلص حسناتك. وهذا معنى ايش؟ أتدرون ما المفلس؟ المفلس فينا من لا دينار عنده ولا درهم. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويكون قد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وذاك من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. حقيقة إخواني في الله، يعني الإنسان بس يكبر، يعني أنا مثلا في كنت في الزمانات بدي أشتغل في الحج والعمرة وما رضيت أشتغل. شو قال؟ لأنه رح يتكلم علي. أنا لو رجع في الزمان كان اشتغلت في الحج والعمرة عشان يتكلم علي، وأنا إن شاء الله منصف وأعطي الناس حقوقها عشان أخذ حسناتهم وأعفي عنهم، أنا للأجر، أجره على الله. فكنت أنا متردد في ذلك، لو كان هاي الأفكار عندي الآن لا نظمت رحلات وفتحت مكتب حج وعمرة وما شابه، طبعا من باب التكسب الدنيوي، وأنظلم ويتكلم علي، فعندها أعفو عنهم فأحصل هذه الأجور. ولا وين بدك تدور على واحد يظلمك كيف؟ ولكن
عوضنا الله عز وجل بماذا؟ بتلاميذ يتكلمون علينا ويفترون علينا وينتقصون وما شابه، فنحن ايه؟ عفونا عنهم، عفونا عنهم. فالحمد لله على نعمة الإسلام والسنة، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.